الشهداء ابني من بعد حمزة خطيب بن عد، وإذا ما كان أكثر من حمزة خطيب ما بتدري من الشهداء. أول الشهداء ابني وآخر الشهداء، لأني ما وعي مشي ولا مسوي الشيطان، فخدوه قتلوه قدام عيني قدامي، قتلوه قدامي، لا هي دينية ولا هي شرعية، وأنا بشهد محمد حسان. قولي له شو كنت ورئيس دولة السعودية والدنيا كلها، إذا في قانون بيقول إنه إذا قال له نزل النبي بحكم إعدام، أنا موافقة وما بدي. واصلح الله العظيم يعني عقله إنه مشان ما يتم. قال له روحي فدى النبي. قال له عم بتسب الرسول؟ قال له روحي فدى الرسول. أنا ما بسبه. ابني عم بقول له أنا ما بسبه. هي ما طالع هو. قال له اطلع. قال له بطلع. قال له ما لي خايف أنا بطلع. 14 سنة عمري. لا بالغ ولا راشد. وبلشت العلماء إذا بحق لهم يقتلوا لابني أنا موافقة. ورضياني بحكمهم. وإذا كان لا بطلب الحق. بدي الحق. مو هن صاحبين حق؟ بدي الحق. بدي الحق. قتلوه قدامي. قدامي. دمه مشي قدامي. لا بروح مع جيش حر ولا بروح مع جيش نظام. نهر نهر. ما بفهم شيء. يعني هو قتلو خشني. بدي قتلوش مش قتلوش بدي مش قتلوش. تقول كلب رياي ناجي، تقول ناجي، تقول ناجي قتلوه. شايفه في العالم. ساكت. تقول كلب جايبينه من الشارع عوزوه بيزعلوا عليه، بيقولوا كلبك حيوان هذا أليف. لك له حقوق، لك هذا طفل طفل، لك طفل ليش تقتلوه؟ لك الزواج لك لو رهابي، لك لو رهابي ولا شيء، لك واقف عم تطعمينه ويسقينه أبوه زلمة مريض. أبوه زلمة مريض ما بسيب أقف، معه سكر بالزر، طلع لنا 500 شهيد العالم كله. متكلين على هالولد عم تجيبنا بقلي بيتي وقعت لك بيتو الاشياء الطعم يا الاطفال عندي واليتامى. في عندي يتامى؟ في عندي يتامى عم بربيهم عم بطعم يا اليتامى. شو تقولوا لي اياه عامدة متعمدة؟ لك ليش؟ ليش؟ السواكن السوا لا ارهابي ولا مع جبهة النصرة ولا مع جبهة ما اعرف ما منو هذا اسمه ولا لتموني عيني؟ لك لتموني عيني حاسبينه شي شغلة كبيرة، ما هيش تخايفين منه؟ ليك شو تخايفين منه معناته؟ لحتى قتلوها القتلة. ليش؟ ما بتسووا ذا عليه. لك ما تسووا له شيء يا مس. سووا عليه ذا. قال لي نزل ماما سكر وقتي. نزل الولد ما طلع. ثلاثة. ثلاثة. ايش قالوا لأبوه ما يسكر؟ قال له بابا ارضى علي ها أنا نازل. الله يوفقك. الله يوفقك ارضى علي أنا نازل وطالع. نزل على قدره. دمه يمشي قدامي. قلت له يخرب ديالكم قتلتوه. لك يخرب ديارك قتلتوا الولد، قتلوا الولد يا جماعة. 300-400 زلمة واقف، 300-400 زلمة واقف، ما حدا قال كلمة تشتغلتوا لك، ايش في؟ لك ما حدا حكى. وبيعرفوا قصة. قلت له قتلوه، لك قتلوه قتلوه. يعني بيعرفوا بيشوفوا في ايش هو بيعرفوا. قتلوه، العالم كلها بتعرفوا، ادخل بصلي. بيعرفوه. لك ما له علاقة بحدا، ما له علاقة بحدا، الطفل ما بفهم شيء. ما بفهم شيء. تقتلوه هيك عمدة بتعمل لا وبعد ما مشي شو قال له. وقت ولولته صرخت ولولته صرخت وهجموا ولادي من بعيد جايين عم دوروا عليه. هجموا ولادي من بعيد. قال له اطلع. طلعتوا ايده محطوطه بالارض وهي علي داسوا له على ايده. انعدى رصاصات ثلاثه وحده براسه وحده بزر عمته وحده بزر عمته. انت شفتيهم؟ ايه. هن اسلاميين؟ ايه شفتهم. بتعرفوا شو شفتهم؟ لغه عربيه. لغه عربيه ايه لبس كلابية قصيرة تحت بنطلون. الله يا الله يا ما بنسى. بس في واحد من عندنا من حلب. من هو؟ في واحد من هدول الثلاثة؟ بتعرفيه؟ كان بارك جنب الشوفير. بتعرفيه؟ ما انت متعود شغل العادي. بس حلبي قال له عيفه. قال له عيفه. حق الحد عليه. قال له عيفه. لا عبد ولا شكورة. وهي منا شيء ها شفت القطيع صابي هون ضرب اتصال هون. ما طلعت من بيتي أني منا على متدخل مع هاد. طلعت أنا من بيتي شين على كلها بتشهد ما طلعت. وضرب فوقنا والقنص فوقنا والهدم ما طلعنا. قلنا بريدوا الله بصير علينا. بس تجوا هيك هيك عامدة متعامدة بتاخذوا الطفل. نص ساعة ما طول. جايبينه قلب معذبينه معذبينه وما له حيل يقف. ما هيك ما له حزن ما له هيك كما شو له قميصين يا عم ولا شو
الوحي ربنا يكرمك. الله يقدر. الله من عنده يقدر. ويتهم منهم. إن شاء الله ما أخذت منهم اليوم بقضي يوم وقف العظيم. يوم وقف العظيم. يوم وقف العظيم بقضي. الله له مشاكل بحمد أبوه كله مشاكل. لا له مشاكل ولا له روحة ولا له جي ولا له روحة. هذا العالم كيف كلهم بشغل. إن شاء الله لبيته. كريم. كريم. بيته لشغل.